أهلاً وسهلاً بكم في المطاعم الأوزبكستانية. اليوم كل المطاعم العالمية موجودة في السعودية وكلها قاعدين نصورها بعيون سعودية. اليوم حنجرب الأكل الأوزبكستاني صراحة، وهذا الأوتفت الجميل حقهم عجبني كثير صراحة، وإن شاء الله أكلهم بعد يعجبني ويصير أحلى من الأوتفت. جاهزين؟ يلا على المطبخ. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يا ساتر على أربعة، هنا خمسة، وأخيراً ست. هذه هي سفرتنا بكل بساطة، السفرة الأوزبكستانية الجميلة، ريحة الأكل تحكي. الطعم شكله يجنن. يلا نبدأ نسوي تيستينج. راح نبدأ أول شيء مع الرز البخاري، وكمان عليه هنا إضافة جميلة جداً بالحمص واللوز. أنا إنسان عايش في جدة، أكل رز بخاري مرة كثير، زي هذا الرز البخاري أنا ما شفته يا جماعة. على الطبق الثاني لغمن. في المطاعم أو المطابخ الأوزبكستانية ما في أي تدخل آلي، يعني شايفين هذه النودلز يا جماعة متصورين إنها بصنع الأيادي. هنبدأ نعمل المكس الحلو هذا. والحين جاء دور الششرة باللبن. الله على اللغوصة الحلوة دي يا ناس. في أكل أحياناً لما تاكله يطعم بعدين، هذه على طول طعمها يجي في فمك. الثوم مع البقدونس مع العجينة مع اللحمة اللي جوتها. لحظة، تعرف الأكل هذه شو اسمها؟ اسمها الجواوة، وهي عبارة عن عجينة باللحمة وعليها صوص خاص. الجواوة هذه من الأكلات المشهورة جداً في رمضان في أوزبكستان تحديداً. وهذا الخوشن يا جماعة ينقلي في الزيت، وبعد كذا ينحط وينرص في قدر مع شوية زيت وملعقة موية أو فنجان قهوة صغير موية لمدة نص ساعة، ويصير هذا الشيء اللي اسمه خوشن. شايف الجمال هذا يا صاحبي؟ محشية باللحم. عجبتني، صورني وهي عجبتني. من أفضل المطابخ مطبخ أوزبكستان، اللي من جد أكلهم طلع مو طبيعي. لازم نسأل الشيف وش السر؟ تفضل يا عبد الرحمن، نورتنا وشرفتنا. يعطيك العافية، بنورك يا جاويد يا حبيبي. قل لي وش أكثر أكلة مشهورة عندكم في أوزبكستان؟ أكثر أكلة مشهورة عندنا هي الأش، عبارة عن رز سواء باللحم ولا الدجاج. البخاري طبعا. البخاري إيه. وعندنا السمسو، نحن اللي نسوي العجينة كل شيء ونطبخها كلها بيدنا، يعني ما في آلات ماكينة ولا شيء. صح. يعني حتى اللغمن اللي أكلتها المكرونة نسويها بيدنا.